السلام عليكم خاوتنا، ربي يجازيكم خير. والله حبيت نبلغ الان مشكل وقع الان. طلبوا من ربي سبحانه يحفظنا اولا، يا ربي وحفظ هذا البلاد. هو مشكل خطير جدا. الله يلطف الله يلطف الله يلطف خاوتي، اسمحوا لي نقرب هكذا باش يكون الصوت مليح باش تسمعوه. شوفوا خاوتنا، طايت امراه تعرفها الزوجه، ها 12 تاع الليل بعد ما ادتها الحمايه لسبيطار فابور، وكي يجوزوا لها التحاليل وكاع صابوها بلي لازم تروح للدار، هادير الحجر في الدار 15 يوم لانها مريضه. كي خرجت باش ترجع قالوا لها احنا ما نرجعوش، احنا جبناك بس لازم دبل راسك ترجعي، مرا وحدها ولادها في الدار. ما لقاتش مع من ترجع، بدات تعيط منه ومن تعرف زوجتي في الجامعه عيطت لها، قالت لها ودي شوفي لي حل. انا جات زوجة نوضتني على زوج ونص تحليل، قالت لي راجل شوف المراه حاصله واش نديرو. قلت لها بالعقل نعيط البومبي، لقيت وليدي عيط لي بومبي، قالوا له احنا ما نرجعوش احنا نديو برك. قلت لها نعيطو لومبيلونس بريفي، بدينا نعيطو لومبيلونس بريفي، يا با دي ريبونس واحد ربي جزاه خير جاوبنا وقال لي بصح ما عنديش طوموبيل، مازال النيميرو محطوط برك في الفيسبوك. لا حول ولا قوة إلا بالله، بديت نعيط منا جمعيات إخوة مكاش، أي ضاق الحال بديت نعيط في الدي سيكون سانك باش نقول لهم بلي حاب نبعت وليدي يخرج يروح يجيبها، يا با دي ريبونس. دي سيكون سانك ومن بعد 15 48 هذا مغلوق كاع، دي سيكون سانك وما ساسون سا ريبون با، بالك مشغولين. 15 48 ما كاش كاع، وهذاك 30 33 ما كاش كاع. اهتدينا، عيطنا لواحد الشاب هنايا بفورغون، وعيط للطبيب ربي جزاه خير جاوبني ونذكره، طبيب باديس الله يحفظه تاع الديار البحري ربي يحفظه. قلت له ودي عطيني النصائح كيفاش نجيبوها، قال لي لازمك لي كومبينيزون لازمك كذا. الحمد لله عندي لي كومبينيزون هذوك تاع ميكانيكي يتغلقوا لحتى لهنا تاع نيلون مغطيين وكاع، عطيت في زوج عطيت لهم لي كومبينيزون لي بوني، وعندي لي ماسك عطيت لهم زوج. قام راحوا جابوا المراه للدار، يا جماعه اقعدوا في الدار، رانا بلا دوله ماشي دولة ضعيفة، رانا بلا دولة يا جماعة. اسمع مليح يا الرئيس، أنا نقولها لك ونسكن في حي في الدار، وليد مرادية سكنت قدام ديدوش. إذا هاد الكلام تجو تدوني مرحبا بكم، روحوا دوني مهم بين بلي داتني دولة. بصح هذا راه تمسخير كبير يا جماعة، كيفاش تدو المريض ما كانش يرجعوه؟ أنا لو بليزاز الجزائر ما عندهاش شكون يرجع مريض من السبيطار للدار، ما عندهاش أمبيلونس، الجزائر ما عندهاش أمبيلونس. راك عاقل؟ نشري لكم وحده نبيع طوموبيل تيشيفو من بيناس، ولا راه مستعد انايا والله غدوه يجي الوالي تاع البليده يجي دي سي ار تي ويشريها امبيلونس، انا قابله الى بلادي ما عندهاش امبيلونس انا نضحي. بصح بلادي يلعبوا بها هكذا رجال، لا لا جماعه الخير مشي هكذا والله هايلتو ليك. انا كي زوجتي ولادي كاع ناضو وبعتنا وليدنا يروح يجيب مرا، دوك زوجي خايفه الحوايج هادو، قلت له رميهم دير هادي دير هادي، ماشي هكذا خاوتي ماشي هكذا يا المسؤولين، راهي أمانة كبيرة غير يوم القيامة، والله ما هي سهلة يا جماعة، والله ما هي سهلة، ما هي سهلة يا خاوتنا، ما هي سهلة، ما هي سهلة. ونطلب من كل واحد قادر يعاون غير يتحرك يا جماعة. كاين بزاف ناس اللي اتصلت بهم ما جاوبونيش، واش راك تستنى السنة يدخلوك في قبرك؟ أنت عيطت لك على شكارة تاع روزك حي خالع منها، أنت نورمالمون تشري 200 أمبيلونس تحطهم على ديسبوزيسيون، واش بيه؟ شكرتي لازم ندو تلوز امبيلونس. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، لا حول ولا قوة الا بالله، واكتبها وليدي نعاودها، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا جزيري قعد في الدار يرحم والديك، الحالة خطيرة، الألمان ويا الألمان وحصلت جدة تتمسخر هنايا، يا ودي الألمان وحصلت منها ماذا؟ اقعدوا في الدار يا جماعة، صبروا صبروا في الدار، حنا مجونا الجمعية مهبلونا، أنا دي سديت من الغدوة ما نزيد نسال بي والو غير الروز فقط. جزيري ولا يجي يحوس على الطوماطيش ويحوس على الفلفل الروز تاكل باش ما تموتش فقط، من غدوة نشريو غير الروز نجيبو غير الروز، نطلبوا الروز فقط، اللي عنده الروز يبعث لنا. بزاف يا جماعة والله بزاف، هاكو تشوفو مريضة وهي مريضة بالكورونا تقول لازم ترجع لدارها وتقعد في دارها وتدب راسها في دارها، ها بداو يقولوا لها القرنفل والقارص وديك وديك وديك. يا خاوتنا اقعدوا في داركم.
ربي تزيكم. قعد في الدار، ما تقولي نقصر معاه، ما تقولي داق خاطرك، ما والو خويا، قعد المصحف تاعك وريح في دارك، راك حتى تحصل وتحصل معاك بلاد كومبلي. هاي دخلت في الالف يا جماعه، نعلو بليس، الله يثبتنا ان شاء الله، ويغطنا مع واحد يسمح لنا. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي، اللي عرفنا هذه الدعوه وهذا الطريق هذا، وطول مكرمه تاعنا مع هذا. ما معايا في الدي 55 ما كاش جواب. انا حبيت نقول له يا خويا انا بعثت وليدي، الا تلاقيته ولا انا راني جمعيه ما عيطوني، انا بعثت وليدي باش يجوز، ماشي دوك يقول لي الشرطه ما خلونيش نجوز، خاص ما عندو ني جيلي ني باش ني والو. ثاني كيفاش يروح واحد فوربو عندنا بريفي يروح يجيب لنا مالات؟ كون عاقلين بالي يا قال لك هاي بزيره. او طلع وليدي وجا قال لي والله بوليس ما تلاقيته في الطريق، على بالك مطلقته يطلع من حيفه تاعي الفابور. صليت جوج ركعات قال لي خلاص انا مولي، وصل وجابها ومولي. بون على بالي بيطلعوا على جوج رواد هو وحذيفه، على بالي وعندهم الحق، وكي يقولوا لي انقلب نكبر انا. بصح ماشي حويطه يا خوتي، يا المسؤول يا المسؤول، لا كان قد نوط وما لازمش ترقد يا المسؤول، ما لازمش ترقد. المواطنين تاعك ما عندهمش امبيونس يحبطوا بها يا جماعه. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا السبب اللي من اهتدى يا ربي، وطيح الرحمه على المؤمنين كاع يا ربي، وسلك المسلمين، رانا مغبونين عندنا المسلمين يا ربي، وسلكنا ويا ربي، ومعتنا سلاك غير معك يا ربي سبحانه، وحدك لا شريك لك، سبحانك لا اله الا انت يا ربي. ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي، ارحم هذه الامه، ماهيش قادره على هذه العبادات، احنا والله منا قادرين على هذه العبادات، والله من يفوت عنا هذا كاع. تعيش في بلاد وين انت تمشي بالحلال وما يهبلوا فيك بالحرام، انت تمشي بالصدق وما يتعاملوا معك بالكذب، ها تمشي بالنيه وما يمشي بالحيله، ما لناش نلعبوا كيف كيف. واحد يلعب من الناس طاط باسكت ومن الناس طاط فوتبال، ما لناش نلعبوا كيف كيف، ما لناش كيف كيف يا جماعه. يا ربي وقف بينا يا جماعه الخير، الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم. واي واحد غلط معايا يسمح لي، انا راني نظرت نفسي لله، يعطوني الامبيونس اني قابل نخدم بها، باسكو كالكو زومبيونس عيطت لهم قال لي ما عنديش الامبيونس، انا تبي ربي عنده ويخافوا ينقلوا واحد مريض، راني هنا نسوق انايا، انا نسوق، اعطيها لي نسوق. وقاستني تولول الزوجه تاعي، تولول كي تقيسني ولا ندفن، تقول يو يو تفرح، انا سوق راني قابل، جيب لي طلبين سوق، انا مستعد، ديش راني برا انايا والله، خلي يومي 17 ساعه برا، حامد ربي تشوفني مسرور نهار كامل، كنت تلقى بيا في النهار تقول واخا عنده عرس هذايا، فرحان ندير في المسائل للناس، نجري نجيب الروز الخبز الماء للناس، واش قدرت بطاطا نهار كامل وانا نطلب، وفرحان فرحان لانني في سبيل الله، الله غايتنا. خلصنا على جلا، نترحم على الشيخ محفوظ نحن الله يرحمه، وعلى الشيخ محمد السليماني وكل من عرفهم في طريق الدعوه، ودعوا لي معكم وربي يحفظكم. ولكش ما زعزتكش واحد يسمع لي، انا نختمها بتبسيمه، عندنا امل كبير في الله سبحانه وتعالى، ويا شباب وقفوا على بلادكم، عندكم بلاد شابه وقفوا عليها، يخطيكم هاد العباد والله غلط غير تعودوا من البلدان الكبيرة في العالم إن شاء الله. بقاو على خير، السلام عليكم.